شادينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي. واستعرض الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة. كما شهد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاستهما واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة، وأعرب ولي العهد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي جرت مع الرئيس السيسي وما حملته من تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية والرغبة المشتركة في تعزيز تلك العلاقات والعمل على التنسيق المستمر بشأن قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. واصلت إسرائيل قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن شهداء ومصابين. يأتي هذا في الوقت الذي أزالت فيه إسرائيل ألغاما أرضية وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين هضبة الجولان السوري المحتلة وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سوريا. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى إلى إصابة أهداف لحزب الله من مسافة أبعد نحو الشرق على الحدود اللبنانية، بينما تنشئ منطقة آمنة تمكنها من القيام بحرية بعمليات مراقبة عسكرية لتحركات حزب الله ومنع التسلل. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي معارضته وقف إطلاق النار من جانب واحد مع حزب الله في لبنان. وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء يعارض أي وقف لإطلاق النار لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على أي ترتيبات تسمح لحزب الله بإعادة التسلح وإعادة تنظيم صفوفه. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وصول مكونات بطارية ثاد مع فريق من القوات الأمريكية إلى إسرائيل. وأكد البنتاغون أن نصب بطارية ثاد في إسرائيل هو إجراء مؤقت يهدف إلى دعم الدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم إيراني آخر. وأضاف البنتاغون أن نصب بطارية ثاد في إسرائيل يهدف إلى تعزيز دفاعاتها وليس جر واشنطن إلى نزاع إقليمي أوسع. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم بقصف إسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها فرق هندسية معززة بجرافات أثناء اقتحامها المدينة. كما شرعت جرافات عسكرية إسرائيلية بعمليات تدمير واسعة في مدينة جنين بعدة مواقع، حيث دمرت البنية التحتية وطرقات رئيسية. ختام موجز 9 فاصل، ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.